أهلا بكم متابعي رضا عربية إلى نشرة إخبارية جديدة أقدمها لكم وأنا زوزان سعدون إلى تفاصيلها. أكد رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم أن إجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان لا يعني بالضرورة الإعلان عن تشكيل الدولة في اليوم التالي، مقترحا أن يكون العراق إقليمين، إقليم كردي والبقية يبقون في الإقليم الآخر وتبقى الدولة الكاملة باسم العراق. وأضاف أن الأكثرية تفضل الاستقلال إلا أن تشكيل الدولة له مقومات وظروف خاصة وكذلك ظروف دول المنطقة، ودون اعتراف الدول الكبرى لا يمكن تشكيل هذه الدولة، داعيا إلى أن يكون العراق دولة فيدرالية مع إعادة النظر في هيكلتها على حد وصفه. رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاتهامات التي توجه إلى الحشد الشعبي، مبينا أن كل ما يثار عنه مجرد أكاذيب، فيما حذر من محاولات لشق الصف الوطني، مؤكدا أن أي مطالبة لقتال داعش خارج الحدود العراقية غير دستورية. وحذر العبادي أيضا من محاولات شق وحدة الصف الوطني في أيام الانتصارات والاستهانة بالتضحيات ومن ضحى لأجل الوطن وليس لأحد، وأن البعض يحاول شراء التضحيات لأغراض سياسية وانتخابية، مشيرا إلى أن إثارة الخلافات في هذا الوقت لا تصب إلا في مصلحة داعش بحسب تعبيره. قتل مدني على الحاجز الأمني المعروف باسم سيطرة الصقور جنوب شرق الفلوجة بعد مشادة كلامية مع أحد أفراد القوات الأمنية المسؤولة عن السيطرة. وأكد مجلس محافظة الأنبار أن محافظ الأنبار إما أن يكون على قدر المسؤولية في الحفاظ والدفاع عن أهله أو أن يستقيل على حد وصفه. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ عبد الرزاق الشمري أحد شيوخ عشائر الأنبار. أهلا بك. ألو. نعم هل تسمعني؟ نعم. هل تسمعني؟ نعم أسمعك. تحياتنا لك. بداية، كيف سيتم التعامل مع حادثة قتل مدني على حاجز سيطرة الصقور برأيكم؟ تفضل. أختي الفاضلة، الكل يعلم أن سيطرة الصقور المشؤومة التي أصبح الجميع يتشائم منها ومن تصرفاتها مع أهل الأنبار. حادثة الأمن تدل على حقيقة على أن هذه السيطرة في تصرفها هذا هو تصرف يدل على عدم المسؤولية وعلى عدم احترام أبناء هذه المحافظة. أنا سمعت تقرير يوم أمس، بعض المسؤولين بدأ يلقي باللوم المحافظة ويقول أن الحادثة وقعت في الحدود الشرقية، في سيطرة الحدود الشرقية لمحافظة الأنبار، أيا كان مكان الحادثة. أليست هذا المكان سواء كان في الأنبار أو في بغداد هو تابع للحكومة المركزية والأجهزة الأمنية هي تتحمل مسؤولية ما حصل؟ أختي الفاضلة، لكن أود أن أسمع منك، ما هو السبب أن القوات الأمنية في سيطرة الصقور تتعامل مع أهالي الأنبار وتعرقل دخولهم بسهولة إلى بغداد؟ ما هو السبب؟
أختي الفاضلة، الكل يعلم السبب معروف. الآن سيطرة الصقور الآن تعتبر هي نفس الحاجز الذي يقام بين الضفة الغربية وإسرائيل، ونفس الحاجز الذي يقام بين غزة وإسرائيل. الهدف هو عزل أبناء هذه المحافظة وتركهم في العراء وحرمانهم من أي خدمات وحرمانهم من المشاركة في العملية السياسية. يريدون أن يفعلوا بنا ما يفعله الإسرائيليون مع إخواننا الفلسطينيين. ولذلك أنا أقول ونيابة عن الشارع الأنباري أن الحل الوحيد الآن إما إقليم يحفظ لنا كرامتنا وعقيدتنا، وإما سوف نلجأ إلى دعوة إلى تقرير المصير. وحتى عشائر الأنبار لا يمكن التعايش معهم. نعم، حتى عشائر الأنبار دعت أن هذه الإجراءات الأمنية في سيطرة الصقور ستدفعنا إلى الدعوة إلى إقامة إقليم سني، وأنت كأحد شيوخ عشائر الأنبار برأيك هذه الخطوة سيبث فيها وستنفذ أم أنها مجرد دعوة نحن دعونا لها منذ عام 2016 منذ ساعة الاعتصام. ولكنه يبدو أن دعوتنا هذه لم تجد آذانا مصغية. ولكن الآن بلغ السيل الزبا ولا يمكن التعايش بعد هؤلاء مع هؤلاء بعد اليوم، لأن هؤلاء لا يحترموننا، لا يحترموا شخوصنا، ولا يحترموا دماءنا، ولا يحترموا أراضينا، ولا يحترموا عقيدتنا، ولا يحترموا نساءنا. لذلك لا يمكن التعايش معهم. وأنا أقول ونيابة عن شعب الأنبار أن الحل الوحيد الآن هو إقليم يحفظ لنا عقيدتنا وكرامتنا، وإلا فليس هناك خيار أمامنا سوى الدعوة إلى تقرير المصير. نعم، وبرأيك هذه الحادثة بالذات هل ستنسى وتذهب في مهب الريح كسابقتها أم أنه سيتم النظر فيها، خاصة أن برلمانيون والعديد من الشخصيات دعوا ونددوا ولمحاسبة الفاعل، هل برأيك سيتم محاسبة؟ سبعنا من التنديدات والاستنكارات. ليلة أمس بعد ساعة من الحادثة هي تنصلت عن الحادثة وقالت أن الحادثة وقعت في السلطة الشرقية لحدود الأنبار، المنطقة الشرقية لحدود الأنبار، وكأن الأنبار ليس جزء من العراق. هذا بداية التنصل عن المسؤولية. لذلك أنا أقول أن هذه الحادثة سوف كما تفضلت سوف تنسى كما نسيت العديد من الحوادث التي سبقتها. الآن أقول الوضع الآن متفجر في الأنبار. وأنا حقيقة أتمنى أن ترسلوا مراسل إلى الشارع الأنباري تروا الغليان الذي يجري الآن في الأنبار، لأن هذه الحادثة ليس اعتداء على هذا الشخص فقط وإنما اعتداء على أبناء المحافظة بأسرهم. نعم، إذا لا تأملون خيرا بعد هذه الحادثة التي جرت الأمس وهي كسابقتها ستنسى بحسب رأيكم. الشيخ عبد الرزاق الشماري أحد شيوخ عشائر الأنبار، شكرا جزيلا على الصوت الذي أسمعته عبر نشرتنا. اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي عناصر من القوات الأمنية في سيطرة الصقور بقتل أحد مواطني محافظة الأنبار المتوجهين إلى بغداد للعلاج، محملا القائد العام للقوات المسلحة وقادة عمليات بغداد مسؤولية دماء المواطنين العراقيين الأنباريين، واصفا تصرف القوات الأمنية في سيطرة الصقور بأنه استخفاف بكرامة ودماء المواطنين الأنباريين بحسب تعبيره. أكد شيوخ عشائر محافظة الأنبار أن الإجراءات الحكومية في سيطرة الصقور غرب بغداد تشجع فكرة إنشاء الإقليم السني. وقال شيخ عشائر دليم في محافظة الأنبار رعد السليمان لشبكة روداو الإعلامية أن الإجراءات الحكومية في سيطرة الصقور تشجعنا على فكرة إنشاء الإقليم، مضيفا أن التشديد المبالغ فيه وغلق السيطرة أمام دخول سكان الأنبار إلى عاصمة بغداد تعد محاولة لعزل الأنبار. وأضاف أن هناك حالات وفيات حدثت في سيطرة الصقور بسبب الحالات المرضية الطارئة التي يستوجب نقلها للعاصمة بغداد، وتصرف القوات الأمنية نعده إهانة لأهالي الأنبار بقدر ما يكون الدافع تلقي الرشاوي من قبل بعض الجنود على حد وصفهم.
أعلن مجلس الوزراء العراقي عن قرارات جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، مبينا أنه صوت على قانوني الداخلية وجوازات السفر، وصوت أيضا على تأسيس المجلس التنسيقي العراقي السعودي وإصدار السندات والقروض الخارجية. كما صوت المجلس على إقرار محضر وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، وجرى كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم 20، والطعن بالمادة 2 من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم وغيرها من المشاريع أيضا. أيد سكان محافظة المثنى جنوب العراق ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص تأجيل إجراء استفتاء إقليم كردستان. لنتابع. والله نتمنى احنا من إقليم كردستان ان يتريث قرار الاستفتاء، لان هذا قرار الاستفتاء يؤدي الى الانفصال، وخاصة هناك بعض الدول الإقليمية تريد انفصال كردستان عن العراق. ليس في مصلحة العراق الآن انفصال كردستان، لأنه يؤدي إلى تقسيم العراق، كل محافظة أو كل إقليم أو كل طائفة كل قومية سوف تؤدي إلى أنه تطالب بالانقسام، وهذا يؤدي إلى تفتيت العراق وتفتيت وحدة العراق، وهذا يؤدي إلى تقويض الشعب العراقي. بأنه أكو بيان السيد مقتدى الصدر يطالب بالتريث الاستفتاء، إحنا والله بالنسبة لنا ما نقبل بهذا الطلب وما يقبل تريثهم، خلي يستفتون ويطلعون. يعني ونطلب من كل زعماء الشيعة وكل القادة السياسيين بالشيعة انه يتركونهم، لان ما يعني ان حضروا لا يعدوا ان غابوا لا يفتقد. استفتاء مال الاقليم سواء استقل او ما استقل مناطق الجنوبية، شنو اللي محصلته يعني من هاي الاستفتاء؟ من 2003 من السقوط لحد الان مسعود برزان يطشين منه فطمان مال الاقليم، كلها من البصرة من نيسان من الناصرية، وجايبنا الإقليم بنفطنا وبدمنا وبدمنا وكل شيء ما مستفادين لحد هذه اللحظة. أكو منفذ حدودي مستفادين منه، مثل ما جاي يأخذون المنافذ الحدودية البصرة والشلامكة والأردن جاي يعطونها للخزينة، الخزينة إما توزعها توزعها على على الميزانية اللي هي 17%. مو وقت المفروض يتريضون عنا هذا الشيء، المفروض هسه هم اللي يسعون لتكاتف العراق مو يفككوه، واحنا ألف بلد اللي ناصب لتفكيك العراق يريدوها هاي بيا ساعة اللي يصير. زين هو الشمال اليوم عرفوا يريدون يفككوه وحده يصير إقليم، من عهد أجدادنا هذا صار لآلاف السنين هو وحده، هو البلد واحد، خص كردستان هي عراقية بلد عراقي، بس ما ندري ليه مصلحة يصب هذا الحكي، مو من صالحنا هذا، مو من صالح العراقيين هذا الشيء، مو من صالحنا ولا وقته هذا الشيء. احنا ببلد هسه يمر بأزمة حرب، يريد يخلص من هاي السالفة ويصير استفتاء بيش الحكي، يريد يتفاوضون على كل شيء إلى حلول، بس مو بوقت يعني يكملون الغرقان غطى، يعني ما يصير. نتمنى في شأن السوري، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدة حماية الشعب الكردية من تحرير غالبية حي هشام بن عبد الملك جنوب مدينة الرقة، وبدأت بدخول حي الرقة القديمة حيث اندلعت معارك عنيفة بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل 34 مسلحا من تنظيم داعش، وقعت غالبية جثثهم بيد المقاتلين، فيما فقد 4 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية حياتهم خلال المعارك. وفي سياق متصل، يقدم المركز الطبي التابع لقوات سوريا الديمقراطية في قرية رقة سمرة شرق مدينة الرقة الإسعافات الأولية للجرحى العسكريين والمدنيين الذين يستهدفهم مسلح تنظيم داعش أثناء محاولات خروجهم من مناطق القتال في الرقة. لمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي الكردي الأستاذ هوزان عفريني، تحياتنا لك، أهلا بك من جديد في نشرتنا. يا شكرا.
بداية قوات سوريا الديمقراطية بدأت بدخول مدينة الرقة القديمة، هل برأيكم ستكون العمليات العسكرية في الرقة القديمة أكثر صعوبة وتحريرها ستكون بشكل مطول على خلاف سابقتها من الأحياء؟ تفضل. طبعا بالنسبة لمدينة الرقة هي طبعا كانت تحت حماية مقاتلين للجيش الحر سابقا ولم يتمكنوا من حماية الرقة، وبعد ذلك طبعا أجد قوات ومجميع هذه الإرهابية داعش طبعا احتمتها، وداعش طبعا اعتمد على أصول الدفاع وأصول يعني لكن كيف تتوقعون يعني أن تكون يعني على أصول الحماية طبعا يعني عفوا يعني على أصول الحماية طبعا، لأنه فعلا داعش هو تنظيم تابع للتنظيم القاعدة، ولهذا هم دائما يقومون بتحصين أماكنهم ومواقعهم، ولهذا أظن دخول قوات السورية في هذه المرحلة إلى مناطق الرق القديمة هي طبعا خطوة كبيرة ومهمة جدا بالنسبة للقوات السورية الديمقراطية، وعلى ما أظن هناك سوف يتم تقدم أيضا نحو المناطق الأخرى التابعة للرق القديمة. إذن برأيكم ستكون العمليات أكثر صعوبة في الرق القديمة؟ أظن بتكون أكبر صعوبة، لأن هناك تحصنات كبيرة للداعش وهم طبعا متحصنين بكافة قواهم في تلك الجبهات، يعني الذين طبعا هم حتى من خلال قنوات تحت الأرض يعني هم محصنين تحت الأرض أيضا يعني وليس فقط فوق الأرض. إذن هناك أنفاق في أحياء الرقة القديمة طبعا. هذا يعني أن أعداد داعش متواجدة بكثرة في الرقة القديمة. طبعا من زمان يعني قبل الرقة القديمة حتى على أيام النظام النظام كان يعتمد على الأماكن في الرقة القديمة، وبعد إسقاط النظام من تلك المنطقة والجيش الحر وجبهة النصر كمان اعتمدوا على تلك المنطقة. الأهالي المتواجدين في الرقة القديمة هل لديكم معلومات عن إجلائهم أم أنهم ما زالوا متواجدين هناك؟ والله بصراحة يعني هناك المتواجدين هم أكثرية أغلبية ينتمون إلى داعش، لأنهم سابقا كانوا ينتمون إلى صدام حسين، يعني كانوا يؤيدون صدام حسين المقبور طبعا، وبعد ذلك طبعا اعتمدوا على الجهة الأساسية التي كانت طبعا قريبة من صدام حسين، طبعا هي الجهة داعش. يعني من هالشي يعني أنا برأيي الشعب أو المكونات الموجودة في تلك المناطق الحالية الرق القديمة على ما أظن أغلبيتهم يؤيدون داعش. نعم، والأهالي الآمنين إلى أين يتم نقلهم؟ إلى أي مخيمات؟ كيف هي أحوالهم بحسب معلوماتك؟ والله حسب معلوماتي هناك يعني مع عدم مخيمات هناك الحارات التي تمت تحريرها من قبل القوات السورية الديمقراطية، هناك تواجد أطباء وتواجد لجان تابعة لقوات السورية الديمقراطية يعتمدون على حماية المدنيين من أي كارثة. نعم، إذن الأحياء المحررة الأهالي يعودون إليها وهي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هي المتواجدة هناك خاصة القريبة من المنطقة الشمالية، لأنه الأماكن اللي تم تحريرها من قبل قوات سوريا الديمقراطية حديثا لا، لأنه هم يعملون على فك المتفجرات وينظفونهم من الغار. نعم، إذن هناك مخاوف من عودة الأهالي إلى الأحياء المحررة ما زالت. الصحفي الكردي الأستاذ هوزان عفرين، شكرا على المعلومات التي أفدتنا بها في نشرتنا. مشاهدينا ومتابعينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، ألقاكم على خير.